مقلع للأحجار يغضب ساكنة حسي بركان بضواحي الحسيمة. السكان الذين نظموا وقفة احتجاجية يرفضون إنشاء المشروع ويقولون إنه يضر بالبيئة وبمصدر عيشهم الذي يعتمد أساسا على الرعي، فيما السلطات ترد بالقول إن المقلع يحترم كافة المعايير القانونية. عبد العالي عميراج وتحرير ليوسف الحميدي. لا حديث لساكنة الجماعة القروية حسي بركان ضواحي الحسيمة إلا عن إنشاء مقلع للأحجار نال كل التراخيص اللازمة. ساكنة الجماعة متخوفة من الأضرار الكبيرة لهذا المقلع على الزرع والضرع. إذا ما عندنا بقات لنا شكنا هنا في هذه الدوار، ما بقات لنا الكسيبة، ما بقات لنا غابة، ما بقات لنا. حنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا لهذه المصلحة. ما بغيناش هذا الكريان يكون هنا بصفة عامة. كيزعزع السكينة كاملة، والسكينة هنا عندنا هنا الدراري الكسيبة كتاكل في الجبل، وباش يقطعوا علينا هاد الطريق ويزعزعونا هذا، فين غادي يمشي هاد السكينة كلها؟ جماعة ولاد ستوت هما اللي رخصوا، بمجرد ما توصلنا حنايا بالشكاية ديالهم درجناها دخلنا، لأن من حقها. علاش دخلنا؟ على أساس السكينة تابعة للجماعة ديال حسي بركان، درنا مقرر كنقولوا فيه كنلتمسوا رفع الضرر. المتضررون من حاسي بركان والمقلع في الجماعة المجاورة ولاد ستوت، نقلنا أمر هذا المقلع إلى الجماعة محتضنة المشروع الأخيرة، تخلي مسؤوليتها من أي ترخيص وترمي بالكرة في مرمى التجهيز. مسألة التجهيز كاين لجنة إقليمية اللي كتدرس الملف نتاعهم، وهذه اللجنة الإقليمية اللي فيها واحد عادي نتاع المصالح الخارجية، وغالبا كيتراسها السي العامل. هنا الرخصة ما كنسلموهاش حنايا، الرخصة كيسلمها التجهيز. من خلال دراسة ديال هذا الملف يتبين بأنه حاصل على قرار الموافقة البيئية، وكذلك عنده قرار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، وقد حظي بموافقة بإجماع أعضاء فرقة اللجنة الإقليمية لدراسة المقالع. أصحاب الشركة الإسبانية مصممون على بدء أشغال المقلع بعد استيفاء كل المصادر القانونية المطلوبة. لدينا رخصة استغلال المقلع وكل الوثائق تم إنجازها، كما أننا نتوفر على حكم محكمة ببدء الأشغال، والآن نحن بصدد إطلاق هذه الأشغال. السكان المجاورون لجأوا إلى القضاء وخسروا الدعوى ليسلكوا طريق الاحتجاج في انتظار حل يرضي جميع الأطراف.